موجز الأخبار المحلية مع مظهر حركة على الشرق الأوسط 1450 AM. اتفاق محدود بين كندا وبريطانيا على استخدام لمقرات البعثات الدبلوماسية والتجارية. زيادة الضرائب بمفعول رجعي وإلغاء المحطة النووية يشعلان النار بوجه حكومة الأقلية في مقاطعة كيبك. المافيا تعمل من خلال الإفساد وهي تسيطر على النقابات بحسب دوني براسكو. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين. وقع وزيرا خارجية بريطانيا وكندا اتفاقا بالأمس في أوتاوا ستتشارك فيه الدولتان في مقري البعثتين الدبلوماسيتين في كل من هايتي وبورما وفي دول أخرى عند الحاجة. الوزيران طالبا بعدم المبالغة في تكبير التداخل في العلاقات السياسية أو التجارية، وبأن المسألة لا تتعدى تعزيز التعاون، المرونة وتخفيض الأكلاف الإدارية. أحزاب المعارضة استغربت الضجة الإعلامية التي سبقت الاتفاق مع اتهامها لرئيس الوزراء ستيفن هاربر بالغياب عن تمثيل مصالح كندا في الخارج وتحديدا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وكذلك في سؤالها عن كيفية مراعاة خدمة الكنديين باللغة الفرنسية داخل السفارات البريطانية. ذكرت مصادر صحفية هذا الصباح بأن بولين مروا طلبت من وزير المالية نيكولا مارسو تحضير اقتراحات مخارج لنقاشها أمام مجلس الوزراء بعد المعارضة القوية السياسية ومن رجال الأعمال لقرار زيادة الضرائب على الأغنياء وبمفعول رجعي. وزير المالية الليبرالي السابق أعاد التأكيد على موقفه الرافض متهما مروا بالارتجالية، سيما وأن المفعول الرجعي لم يكن جزءا من البرنامج الانتخابي لها. الناقد المالي في حزب التحالف من أجل مستقبل كيبك اعتبر أيضا موقف الحكومة خاطئا بالرغم من تأييد التحالف لمبدأ إلغاء الضريبة على الصحة، إلا أن الوسائل التي طرحتها حكومة مروى غير ملائمة وارتجالية، وبأن التحالف يطالب الحكومة ببيان تحديثي عن الأوضاع الاقتصادية. مصادر صحفية ذكرت هذا الصباح بأن حكومة مروى رفضت أيضا دعوة حزب التحالف بتشكيل لجنة برلمانية لدراسة إغلاق المحطة النووية الوحيدة في المقاطعة جونتي دو. ممثلة الحزب الليبرالي في دائرة تروا ريفيير دعت إلى اجتماع عام بين الحكومة وممثلي المنطقة من معارضي القرار كخطوة مقابلة لدعوة التحالف لكونها أسرع من تشكيل اللجنة البرلمانية. قال دوني براسكو العضو السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أمام لجنة شاربونو التي تحقق في قضايا الفساد في قطاع البناء في مقاطعة كيبك بأن الجريمة المنظمة لا تعمل إلا من خلال إفساد أحدهم في المراكز العليا سواء في الدولة أو في الشركات وخصوصا في النقابات. براسكو قال بأن المافيا تسيطر على صناعة البناء من خلال هذه الهيئات العمالية للتحكم بمعظم القوى العاملة وللضغط على الشركات والإدارات العامة في الحصول وتنفيذ العقود العامة الكبيرة، وبهدف وحيد هو رفع الكلفة للاستفادة من الأموال. براسكو واسمه الحقيقي جوزيف بيستون أدلى بالشهادة من خلف عازل إلا أمام ثلاثة أشخاص من بينهم القاضية شاربونو ليتحدث عن العلاقة بين العائلات الإجرامية في نيويورك ومدينة موريال، وكذلك عن طرق وشروط قبول انخراط الأفراد في مافيات الجريمة المنظمة. في متفرقات أخبارنا، أفادت دراسة جديدة نفذتها مؤسسة هاريس ديسيما بأن معظم الكنديين مرتاحون في استعمال الاستدانة كاستراتيجية مالية بالرغم من وصول معدل الدخل إلى الدين في الأسر الكندية إلى أرقام قياسية، وبأن 90% مستعدون للاستدانة لتغطية إنفاق غير متوقع. أفادت أرقام اتحاد موظفي القطاع العام بأن معظم الاقتطاعات في وظائف الدوائر العامة موزعة على مختلف أرجاء البلاد وليس بشكل أساسي في منطقة العاصمة أوتاوا كما سبق وأعلن وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي. طالب رئيس بلدية تروا ريفيير حزبي التحالف والليبرالي في مقاطعة كيبك بالتعاون لإسقاط حكومة الأقلية للحزب الكيبيكي والعمل على إعادة الموضوع الاقتصادي إلى مركزية الأولويات في المقاطعة، وذلك على خلفية قرار الحكومة إغلاق المحطة النووية الوحيدة في كيبك. التقت رئيسة وزراء مقاطعة نيوفاوندلاند برئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بعد أشهر على طلبها موعدا وتحديدا منذ الربيع المنصرم بعد الاقتطاعات في برنامج البحث والإنقاذ وبعد وفاة طفل في المقاطعة مما أثار غضبا مجتمعيا.
انفجر الخلاف في المجلس البلدي لمدينة مونريال بين حزبي المعارضة فيزيون مونريال وبروجي مونريال على خلفية اتهام الأول للثاني بإيقاظ مشاعر المعاداة للسامية بسبب عدم الموافقة على رفع أعمال المجلس خلال يوم الغفران اليهودي. انتهت أخبارنا، شكرا للمتابعة.